اخذوها قبل بتشهر لتخلص المعركه، بس هاي المنطقه كان في مواجهات عنيفه هون. خلصوا الحرب، بس خلصوا بلشوا يحرقوا البيوت. هلا بس الجيش فات على المخيم، بس حصروهن، كان في فرقه تانية بس كانت تحرق البيوت وتشيل السلاح من قلب البيوت. كيف كان يحرقوا البيوت؟ يسرقوا البيت وبس يسرقوا اغراضه، يعني احنا كمان بيتنا مسروق، ما فيه شيء. ما في، احنا بيتنا كامل جاهز، كل حفشه وكل اغراضه، كهربائيه، منزليه، ادوات، ازاز، كله ما في، ما في ابدا. انحرق البيت كلياته، انت شفته كيف محروق؟ ايه، من الاحداث، من الحرب، كلياته انحرق. الحمد لله رب العالمين. هذا بتنحرق هاي البيوت بالزيت المحروق، بالزيت، اناني مليتوف بحطوا لها زيت ومازوت وبنزين وبقنينة ازاز تنحرق. هذا المطبخ، اذا هذا مطبخ ومحروق الحرق، هذا بقوة الحرق. مطبخ شو فيه للحرق؟ ما في شيء. يعني هاي مفتعلة، يعني مش من قذيفة، لا ما من قذيفة، لا هذا زيت مازوت بنزين بيحرق البلاط، بيحرق الأرض، البلاط الأرض اللي رايح، بلاط الحيطان، اللي المطبخ شو في؟ ما في شيء للحرق المطبخ، بنحرق، حرق من قوة الحرق. يا سيدي الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. عملوا هيك لانه احنا احسن منهم، وبيوتنا احنا تعبنا عليها اكثر منهم، يعني احنا تهجرنا من فلسطين ما عندنا شيء، تعبنا واشتغلنا، وهي ابوي
أجد أبوي وأبوه صار له 60 سنة يوم لبنان لحتى قدرنا عملنا هاي البيت وأسسنا هذا البيت. هن ما عندهم شيء، هن عايشين على زئب زنك وعلى البار وأبصر شو ما معن يوكو. إحنا بنتعب على بيتنا، صحيح إنه بنلبس وبنشتري ومعيش حياتنا، وكمان أهم شيء بيتنا وتعليمنا ودراستنا، فهذا حقد وهذا غيري. عنا غرف، ثلاث غرف نوم بالبيت كلها تمن سوا، غرفة نوم احنا خاصة فينا البنات، انسرقت ثيابنا، انسرقت ما موجود يعني ما بنعرف انه انسرقت ولا حرقوها، بس انه مش موجود بالبيت بتاتا. وفي كمان عنا صالونات اللي بقلب البيت، صالون ما في عنا صالونات ابدا، كل البيت من فوق لتحت كلياته مختفي. عنا كمبيوترات، كان عنا 15 جهاز كمبيوتر، ما عنا ولا جهاز، ما لقينا. اللي باين انه تحت انه مبين في قذائف، بس هون شغل اليد المشغول، انه زي الكابين مادة سريعة الاشتعال على الحيطان وبتروح محروقة، بس انه كيف ما بعرف وليش حرقوها ما بعرف. احنا بدنا مبرر ليش عم يصير فينا هيك، ليش صار. هي شغلة كبيرة بس واضحة يعني مين فتح الإسلام انتهى، وين أخذوا اللي عفش على قبرهم ما بنعرف، مين ضال بالمخيم غيرهم؟ الجيش اللبناني. مش إنه نتهم الجيش عامة، بس إنه فيه